إطار تعاقب الشبكات الناشطة في مجال تجارة المخدرات ونقل وتهريب الأقراص المخدرة، وبناء على معلومات مفادها اعتزام شخص يحمل جنسية دولة مجاورة التزود بكمية من الأقراص المخدرة، تعهدت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع، وبإجراء جملة من التحريات تمكنت يوم 20 فبراير 2020 من ضبط المعني رفقة شخص آخر وامرأة على متن سيارة، وحجزت لديه مبلغا ماليا قدره 62400 دينار تونسي و240 قرصا مخدرا. وبتفتيش المنزل المتسوغ من قبل المظنون فيه وبعد استشارة النيابة العمومية، تم حجز حوالي 8416 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة الأبحاث.